تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق انتصارات جديدة في الشمال السوري، حيث سيطرت على منطقة الربيضة والإصلاح غربي نهر الخابور في ريف دير الزور. وتعمل القوات حاليا على تمشيط المنطقة من الألغام والخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات تقدمها نحو منطقة البوكمال. نحن كقوات سوريا الديمقراطية حررنا هذه المناطق عامة من فلول داعش، والحمد لله اليوم كان التحرير بمنطقة ربيضة والأصلاح، وهلأ الرفاق عم يمشطوها بالكامل. وبالنسبة للمنطقة الشرقية شرقي الخابور كمان حررناها إلى حقل العمر. حقل العمر هو أكبر حقول النفط في المنطقة ومشطناه كامل، وشبابنا الحمد لله مسيطرين بالكامل، وإن شاء الله بالمستقبل اتجاه البوكمال. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق عمل عسكري كبير ونصر كبير باتجاه مناطق حقل العمر وشركة العمر النفطية، وهي أكبر شركة سورية أو أكبر حقل في سوريا. حقل طبعا هو نفطي، يوجد فيها أيضا شركة كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية، ويقع بالضفة الشرقية من نهر الفرات. كما تمكنت القوات المدعومة من التحالف الدولي قبل أيام من السيطرة على حقل العمر الواقع في الضفة الشرقية لنهر الفرات، وهو أحد أكبر الحقول النفطية، والذي يوجد فيه محطة لتوليد الكهرباء ومعملا للغاز.